يا هلا بيكم يا هلا. هلا هسه بالحاضرين. لايف احنا؟ هسه لايف احنا. ايه هلا بيكم، ما شاء الله منورين، يعني بعدنا 190 سين. شوف دكتور شلون بناتي هميمات وسبائيات. ما شاء الله. ثواني 208 حاليا 210، يعني دي ينتظرون، وانا شويه تاخرت عليهم لانه باكر عيد ميلاد السيد يحيى. ما شاء الله، كل عام وهو بخير. الله يحفظك دكتور، يحفظ لك الله البنوتات. يسلمك يا رب. ف شو اسمه، فملتهية شوية فتأخرت. الله يعينك دكتور. الله سلامتك، يحفظك اللي استقر العدد إن بس شاء هلا الله. اسد الشباك بيجيني هوسه من برا. أوكي، حبايب وانتم بخير. شوية تأخرت عليكم لأنه كنت بالشارع، يعني كنت بعدني بالسيارة. دكتور بالنسبة لللايف ينحفظ لو شنو وضعه؟ يعني ينحفظ لمدة يومين، واكو في الجزئية بدي احكيها بخصوص هذا الموضوع بعدين من يكون العدد كامل، اوكي ان شاء الله. بس ذكريني خاف انسى. اوكي، انا اصلا حاسد الموت، فاحتمال يعني اكتب لك كومنتس وياهم. خوش. ويعني انا اثناء المحاضرة همي انا ما راح اقرا الكومنتات، يعني دائما من انطلاق ما اقرا الكومنتات على المود لا يتشتت انتباهي. ممكن اوكي يعني نخلي فد تايم بالاخير للكويستشنز، هو اصلا المحاضره مالتي حتكون كويستشنز، يعني انا راح اطرح الكويستشن اللي ببالهم وراح اجاوبه، يعني تمام بحكم تكرار هاي الاسئله دائما علي. تمام وهم يعني اذا اكو شيء نسيته راح يسالوني اياه اكيد واجاوبه. تمام بنات سووا تاجات مع السيدين، ومن يستقر العدد انطونا خبر حتى نفتح اللايف، يعني يبلش هو دكتور ياسر. هسه اني يمهم صوتي واضح يعني زين إذا يكتبون هو اتوقع الصوت. ايه طبعا قهوة ورا الفطور، متعود صار عندي إدمان، لازم اثنين ثلاثة. انا نهائيا لا تي ولا قهوة ولا اي شيء من هاي الاشياء، لا والله أنا بالقهوة ما أقدر. مو صدى قوية هاي. واضح واضح. اعرفكم من البداية دكتور ياسر القيسي، طبعا هو غني عن التعريف، بس اكيد يعني لازم اعرفكم عنه. دكتور ياسر القيسي اكيد يعني احنا ما راح نحكي عنه اي شيء بقد ما راح نقول كيسات تجنن وعلمية تجنن، وطبعا اكيد اخلاقه يعني ما شاء الله، يعني انا ملتقيه به يمكن مره واحده بس، يعني اخلاقه هو وزوجته يعني هيك من بعيد تشوفوهم. أشكرك دكتورة. الله يحفظك، الله يحفظك الله دكتور. يحفظك دكتورة، الله يخليك. بالنسبة للدعوة، طبعا على بناء على طلبكم احنا دعينا الدكتور ياسر حتى يسوي لنا لايف في شرف. لنا شرف والله دكتورنا. وان شاء الله يكون اللايف مفيد. دكتور ياسر حيقدم لكم المحاضرة اليوم اللايف على الموست كومن كويستشن اللي about تنسأل anterior composite. about anterior composite. وعندي clinical cases case discussion اثنين ثلاثة حاط لهم بالأخير. اوكي، اني حاليا حاسد المايك من يمي، ودكتور اذا تحتاج شيء دز لي بس مسج على التليفون يعني. تمام، هسه اني المفروض قبل اروح على الباوربوينت واسوي عرض بس خلاص؟ أنا حسوي لك وياتي. اوكي سويت، اني ضفتك. تمام، يعني صورتي راح تختفي هسه لو تبقى يمي اختفت. موجودة على الجانب وياتي هي بشكلها. زين اذا بدي اشوف نفسي شلون اختفيت؟ بالتليفون. ها افتح الجروب بالتليفون راح تلقى نفسك وتلقى الكومنتس. اوكي 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 تمام. البوزيشننج مال الكاميرا ضاع علي. تمام هسه معروضه الشاشه. خوش هسه تمام؟ تمام.
ابلش هسه لو استقر، لو يصير قد صار، خلي يصير 500. والله دكتور 495 يعني ما شاء الله. يعني هذا العدد زين يعتبر بكل لايفات؟ يعني تبلشون بهيك عدد ابلش؟ انت كيفك، انت ايش قد تبلش ما عادتهم؟ اعرف كيفكم، يلا نبلش. هم يوصلون 1 كي عادة، بس يعني المفروض نبلش حتى لا يروح وقتهم يعني. وايش قد نحتاج وقت المحاضرة؟ يعني اي ثينك ساعة، انا دائما ما احب اطولها على المود، لا يصير ملل بالموضوع، ساعة فير انف. اوكي تمام، في حال انه انا يعني كنت مو موجوده، انتوا انا راح ابقي اللابتوب مفتوح وانتوا كملوا اللايف، يعني اخاف انسى اسوي شغله. تمام اوكي دكتور يلا ماشي، نبلش. يلا بلش. بس خلي اشوف موقعي بالكاميرا. اي بالنص. السلام عليكم. بالبدايه احب ارحب بكم واتشرف بوجودي بجروب فيميل دينتست، واشكر الدكتوره وسن اللطيفه على هذه الدعوه. طبعا محاضرتي ان شاء الله اليوم راح تكون لطيفه، سريعه، مفيده، وان شاء الله تكون ممتعه همينه لكم، ان شاء الله تستفادون منها ولو شيء بسيط. الكليشه المعتاده انه لازم اني اعرف عن نفسي للي ما يعرفني. انا اسمي ياسر ثائر، او المعروف بياسر القيسي، طبيب اسنان اخصائي ماجستير معالجه وتجميل الاسنان من الجامعه المستنصريه. انا خريج جامعه تكريت سنه 2014، تعينت سنه 2015، وعضو بعيادات ليفتيم منذ عام 2017. طبعا موضوعنا اليوم حيكون the most common questions about anterior composite. شنو قصدي بعنوان محاضرتي؟ دائما اكو اسئله تتكرر هوايه بالسوشيال ميديا، بالايفنتس، بالكورسات، فلاحظت هاي الاسئله هوايه تتكرر، فتقصدت انه اني اخليها، يعني صار فتره اشتغل على هذا النظام مال المحاضرات، انه question and answer، يعني بطريقه معينه. ممكن هوايه اسئله هي يعني تتداور ببالكم، فاني راح اخلي الاجابه قدامكم من هسه، والشغلات اللي ممكن ما اتطرق لها تقدرون فيما بعد تسالوني بالكومنتس. طبعا هذا صوره التيم مالتنا، قلت لكم انا موجود بليث تيم منذ عام 2017، ودكتور حسن اعتقد كان عنده لايف قبل فتره وياكم. خوش نبلش. طبعا انا قبل كل محاضره او اي ايفنت ما احب ادخل بالموضوع قبل، احب احكي فد ستوريز بيها فد موتيفيشن، فراح احكي لكم هاي القصه واربطها بفد شغله ثانيه. اكو سباق اسمه ال 1 مايل ريس. هذا ال 1 مايل ريس سباق يعني بدا من سنه 1800. هذا السباق شنو؟ لمده سنين 60 70 سنه ما حد قدر يتجاوز ال 1 مايل باكثر باقل من 4 دقائق. تخيلوا 60 70 سنه ما حد قدر يفوز بهذا السباق باقل من 4 دقائق، الى ان جت سنه 1954 اكو عداء اسمه روجر بانستر. روجر بانستر هذا سوى، قدر يتجاوز او يحطم الرقم القياسي لهذا الريس بثلاث دقائق و59 ثانيه واربع اجزاء من الثانيه، ورا 50 الى 60 سنه تقريبا. ايش قد طول هذا الرقم القياسي؟ هذا الرقم القياسي اللي حطمه روجر بانستر طول فقط 46 يوم. تخيلوا 76 سنه او 80 سنه ما حد متجاوز هذا الرقم، ورا 46 يوم من تحطيم الرقم اجى عداء ثاني اسمه جون لاندي وقدر يحطم الرقم اللي حطمه بانستر اول واحد. هذا شنو معنى؟ جون لاندي هذا كان ضمن الجيل مال بانستر، من شاف بانستر حطم هذا الرقم صار له مثل الفد الهام او موتيفيشن، as long as he did it so I can do it. ورا 46 يوم حطم هذا الرقم، والحد يومنا هذا تقريبا 1400 عداء كسر هذا الرقم، اخرهم هشام القروج سنة 1999. حاليا الرقم هو 3 دقائق و43 ثانية، 13 جزء من الثانية. شنو الغاية من هاي القصة؟ انت بكل مجال، باي برانش تحب تتميز بيه، تحب تبدع بيه، لازم يكون عندك موتيفيشن، فد الهام، اقلها يكون عندك فد قدوة تتأثر بيها. سوت شيء انت كنت تشوفه مستحيل، بس هذا الشخص من سوا راح يجيك فد حافز او فد دافع على المود انت تصير وانت همينه تتميز.
واذا نجيبها على دكتوره وسن، دكتوره وسن انا تعرفت عليها تقريبا قبل سنه. هسه انا راح اسوي ستوب، بس اريد اشوف ان صوتي واضح، لان طبعا ما دا اشوف كومنتس ولا دا اشوف صورتي ومستمر، بس اكتبوا لي واضح كل شيء تمام. كل شيء تمام. بالنسبه للدكتوره وسن، قبل سنه تقريبا كنا قاعدين مجموعه من اطباء الاسنان، فانفتح موضوع السوشيال ميديا والدوكيومنتيشن، ومنو حاليا الاطباء اللي بارزين على الساحه، فطرقوا الموضوع الفيميل دينتست انه هم ممكن يكونون قليلين بالدوكيومنتيشن وبالنشر. فاني بدأت اكتشف هذا الموضوع، نشرت ستوري مثل الاستبيان، قلت لهم اني يعني اذا تعرفون طبيبات اسنان مميزات بمجالهم يوثقون شغلهم باختصاصهم وينشرونه، دزوا لي حساباتهم حتى هم نكتشف نشوف هاي خلينا نقول المميزات اللي موجوده عند الفيميل دنتست، وهمينا كنوع من الدعم انشرهم بحسابي. فانتبهت انه تقريبا اكثر من 50% من اللي شاركوا بالاستبيان ذكروا اسم دكتوره وسن المعين، واني اكتشفت انه هي كانت معروفه بس اني كنت ما اعرفها، فحسيت انه لها جمهورها وتعرفت عليها وتشرف بها. طبعا دكتوره وسن انسانه مبدعه ومتميزه بمجالها، واحسها انه هي قدوه لهوايه فيميل دنتست، انه من يشوفوها يتاثرون بها ويحبون هم ان هم يصيرون مثلها، تصير كنوع من المنافسه الشريفه بيناتهم سواء ميل او فيميل، لان احنا من يكون اكو في التنافس بيناتنا الكواليتي مالتنا راح تصعد. خلاص خلصت القصه مالتي، ما احب اطول بيها كمقدمه، راح ابدي بالموضوع مالي. خوش تمام. اول شيء راح ابدي بالباليتال شيل. ليش بديت بالباليتال شيل؟ انا بالنسبه لي كانتير كومبوزيت، الباليتال شيل هي اهم خطوه بالنسبه لي، اهم خطوه هي البلاتفورم اللي راح اسوي اللايرز مال الكومبوزيت مالتي، فلازم تكون بالايديال بوزيشن، لان اذا كانت مو بالايديال بوزيشن راح تاثر لي على هوايه شغلات، على اللايرز، على شكل الريستوريشن مالتي، على الشيد مالتي همينه راح تاثر، فهاي خطوه كلش كريتيكال ولازم نهتم بيها. زين، هاو كان اي بيلد ذا باليتال شيلد؟ سؤال دائما يتكرر. خلينا نبدا باول طريقه. طبعا الصور اللي دا تشوفوها بالمحاضره هاي كلها صور مالتي، كلها اني موثقها اني طاقها، وراح تشوفون صور من كيسات متفرقه اني جايبها، بس يعني اكو صور توصل فكره من كيسات مختلفه. اول طريقه هي عندنا الباليتال شيلد، هي السيليكون اندكس. This is my favorite technique in building the silicon index. انه شنو اجيب السيليكون اندكس اخليها بهاي الطريقه اللي دا تشوفوها. شوف طبعا انا دائما احب اشر على الشاشه، هسه ما راح اقدر. هذا السهم اللي بالسكرين، يعني من دا يتحرك دا تشوفونه بشكل واضح اذا اشر، بس خل اقرا. واضح تمام. خوش، نخلي السيليكون اندكس مالتي بهالطريقه اللي دا تشوفوها، وابدي اخلي الكومبوزيت واسوي له ادابتيشن. هاي الطريقه اللي دا تشوفوها راح اعرضها صوريا، طريقه بيلدينج الباليتال شيل يوزنج ذا سيليكون اندكس، كفيديو اني ناشر مقطع فيديو يخص هاي التكنيك بحسابي بالانستغرام، تقدرون تلقونه بالسكشن مال الفيديوز. هاي بالنسبه للسيليكون اندكس. I told you this is my favorite technique in building the index. لأن هاي الطريقة تنطيني الـ ideal position مال الباليتال شيل، لا كلش متقدمة عليه ولا كلش رايحة باليتالي. زين، شنو الطريقة الثانية اللي هي الـ direct way أو الـ direct mockup؟ إجاني هذا إيه؟ لأن ممكن خلنا نرجع، ممكن واحد منكم يسأل يقول لي زين دكتور هنا التوث أني أصلاً مكسور عندي، شلون أسوي هذا الفريم مالتي؟ راح أجاوبه هنا. عندك طريقتين، طريقه اسمها الدايركت واي. هاي الكيس مثلا اجتني دبل كلاس 4، اجي اسوي دايركت موك اب بهالطريقه. شو اسوي؟ اجيب كومبوزيت وذاوت اسيد اتش وذاوت بوندنج، واخليه اسوي له ادابتيشن وذ ماي فينجر، وذ ماي فينجر، ونقدر نحط على الفينجر مالتنا فد موديلنج ليكويد على الموت، يصير سوفت الكومبوزيت ونقدر نسوي له شيبنج بكل سهوله. تشوفون هاي الكلاس 4، هاي باصبعي سويتها وباستخدام اش، مجرد سويت فاونديشن وشلت الزيادات.
فصار عندي بهالطريقة الشيب أسوي له كيوبينج وأجي أخذ له طبعة، ورا ما أخذ له طبعة صار عندي سيليكون إندكس، أجي أطقه أرجع على وضع القديم وصارت عندي سيليكون إندكس اللي هي مثل هاي اللي دا تشوفوها. واضحة هاي الطريقة؟ تمام. هاي هي الدايركت واي. زين اكو طريقه اسمها فري هاند، ليتل شيل فري هاند. فري هاند يعني قصده انه نستخدم سيلويد ستريبس، الزم السيلويد ستريبس مثل ما تشوفون بالصوره، اسوي لها سبورت بالفنجر مالتي وذ ماي فنجر، وابدي اسوي ادابتيشن واشيل الزيادات واسوي كيورنج ويصير عندي بليتل شيل. هاي الطريقه انا اعتبرها يعني متعبه وتايم كونسومينج ويلحقها فينيشنج وبولشنج وهواي، بالاضافه ممكن اغلط بالبوزيشن الصحيح، يعني لازم اكون الزم ميرور واشوف الهاند بريشر مالتي، ممكن اكون اني دايس كلش على سيلويد ستريبت فتتقدم علي البليتال شيل، فراح يصير عندي السبيس قليل وما راح يصير عندي ثيكنس كافي لللايرز مالتي، لان انا نظام اللايرنج مالتي دينتين بودي انامل، اذا البليتال شيل راح يتقدم علي ما راح تبقى عندي سبيس كافي على المود احط اللايرز واني مرتاح، وممكن البريشر مالتي يكون مو كلش يعني قوي، ممكن البليتال شيل تروح لي ورا، هالمره راح يصير بالعكس، راح تزيد الثيكنس مال الدينتين والبادي، وممكن اوقع بمطب الاوباسيتي والمس ماتش والفراكشر لاين وهاي الامور. اوكي، هاي يعني قلت لكم انا بالنسبه لي ماي فيفرت تكنيك هي الدايركت واي، انه بايدي اسوي شيبينج وذاوت اسيد اتش وذاوت باندينج واخذ اندكس، ما اطول بيها خمس دقائق، ولا تتخيلوها هاي راح تاخذ منكم وقت، لا راح توفر لكم 10 دقائق الى ربع ساعه فينيشنج وبولشنج في حال اذا انت سويتها فري هاند، بليف مي. جيد، راح اروح للانذر كويستشن اللي هي البروكسيمال وول، هاو كان اي بيلد ذا بروكسيمال وول. يعني لحد هسه كل شيء تمام كصوت كشرح واضح؟ بس اكتبوا لي تمام. اوكي، بالنسبه للبروكسيمال وول اني استعمل دائما 100% بكيساتي استعمل سكشنال باند مال شركه التراديانت، كلش احب احبها بالمانيبيوليشن، الثيكنس مالتها الكيرفتشر مالتها تنطيني ناتشرال بروفايل اند كونتور، فالباندنج سيستم بالانتيريور كومبوزيت مو كلش معقد مثل البوستيرير كومبوزيت، يعني ذس باند يعني كلش انا بالنسبه لي مكتفي بيه، يعني قلت لكم 100% اني استخدم هذه الباند ومتوفرة. الباند أخليها مثل ما تشوفون، لازم تفوت بالسلكس تحط وج هنايا، طبعا هنا الوج أنا يمكن مؤخرها وما أخذ الصورة، وتسوي أدابتيشن للكومبوزيت بهاي الطريقة. هم أنا راح أرجع أقول لكم طريقة الأدابتيشن مال هذا الكومبوزيت على السكشنال باند، هم أنا موثقها بفيديو وناشرها حسابي بحسابي الإنستغرام سكشن الفيديوهات. أوكي خلصنا. جيد، زين، اذا اني عندي كونتاكت باك تو باك اللي اضطر بها احط تو سكشنال باندز، فاحطهم اثنين هو بهالطريقه انه خلصت البليتال شيل بعدين راح اجي على البروكسيمال وول احط تو سكشنال باند، مثلا ابدي بالرايت سنترال اسوي ادابتيشن للبروكسيمال وول واسوي كيورنج، من اجي احول على الليفت سنترال اشيل هذا الباند الليفت، ما اسويهم اثنينهم البروكسيمال وول الباندات موجوده، لان راح ينطيني دبل ثيكنس مال سكشنال باند وراح نوقع بمشكله الاوبن كونتاكت او كونتاكت مو تايت تصير. تمام، فتخلص لي الرايت سنترال البروكسيمال وول مالته، تسوي كيو بتشيل الباند، بعدين يلا تبدي بالليفت سنترال حتى تسوي ادابتيشن وتدفع الكومبوزيت على البروكسيمال وول اللي سويته قبل شويه. هاي بالنسبه للباك تو باك. فاني هاي الخطوات هسه شرحنا البليتال شيل شلون نسويها وشرحنا البروكسيمال وول، فهسه الفريم مالتي ذا فريم از كومبليت، اني من اوصل هاي الخطوه ارتاح نفسيا انه خلاص، يعني اهم خطوات خلصت منها اللي هي البليتال شيل البروكسيمال وول، راح ابدي باللايرز مالتي وابدي بعدين بالمرحله الفينيش والبولش. يعني هاي الخطوه لازم تنطيها تايم، لان هي مسؤوله عن جماليه الريستوريشن مالتك وانه الريستوريشن مالتك تكون هيلثي. تمام، another question how to remove overhangs. دائما خصوصا من تشتغل direct veneers يصير عندك overhangs بهذا المكان، هذا المكان اذا صار بي overhang مال composite
يعني اقدر اقول لك تعبك كله يروح ببلاش. يعني انت تخيل هنا يجيك انت عايف رف سيرفيس او اوفر هانج، هذا يعتبر ستاجنيشن اريا، راح يصير جنجيفايتس، راح يجيك باد ادر هواي امور، فيما بعد راح يصير ديسكولوريشن، راح يصير دي بوندنج يعني الى اخره. فاني اول خطوه ابدي بيها قبل لا ابلش بالامور الجماليه كاناتومي اضمن انه الريستوريشن مالتي تكون هيلثي قبل كل شيء. من تكون الريستوريشن مالتي هيلثي وراها ابدي بالفنش والبولش مالتي. شلون اشيل الاوفر هانج؟ اجيب اش مثل ما تشوفون، وات ايفر اي انسترومنت عندك تعجبك، تدفع لي السوفت تيشو ان ذس واي. من تدفعها ماشي راح يبين عندك، راح تشوف الاوفر هانج والرفنس والاريجولاريتيز. تجيب لي بير كاربايد بير ينشد على توربين، هاي سبيد كاربايد بير. هذا البير ليش استخدمه؟ هذا البير ما يؤذي الانامل، ما يقدر الانامل، بس يشيل الكومبوزيت. فراح تشيل الكومبوزيت وما راح تاذي الساوند انامل اللي موجود بهاي المنطقه. And this is my way to remove the overhang. Another question. الامرجنسي بروفايل، دكتور شلون تسوي الامرجنسي بروفايل؟ اكو عده تكنيكس. التكنيك مالتي انه استخدم سواء سيلوي سترب او ميتال باند ويوزنج ذا فلوبل كومبوزيت. تشوفون هذه الكومبوزيت اللي طالعه منها خصوصا بحالات الدايستمي كلوجر. اوكي، هذه الامرجنسي بروفايل سويتها بالكومبوزيت، هاي ايش استفاد منها؟ مثلا بالدايستمي كلوجر الامرجنسي بروفايل هي يعني خلينا نقول يبين عندي التوث كانما ربط. الامرجنسي بروفايل هي نقطه انطلاق التوث فروم بنيث ذا جنجيفا. اوكي، اوفر هانج ما راح يصير عندي، بالاضافه انه راح يصير الباند ايزلي ويل بي سيتد ان ذس بليس. ماشي، ما راح تظل تلعب الباند، راح يصير بيها سبورت ونقدر نحط وج. شلون اسويها؟ يعني انا اسويها بالسيلويد واسويها بالميتال باند. يعني هنا سشدا اشوفكم صوره الميتال باند، انه الميتال باند اللي هي نفسها السكشنال اللي شوفتكم اياها قبل شويه، بس الزمها بالعرض وادفعها بالسلكس. اجي بعدين هذا الابهام مالتي اشيله، راح تفتح منايا واظل اسوي سبورت للباند باليتالي، ومنها اشيل اصبعي الابهام مالتي الثم واحط فلوبل كومبوزيت بهذا المكان. ورا ما احط فلوبل كومبوزيت اسوي له سبريدنج ببروب او فشوره او اي انسترومنت تكون هيك يعني رفيعه خلينا نقول، واسوي كيورنج وارجع اشيلها، راح تطلع عندي بهالشكل. ذاتس ات، يعني هاي الطريقه ما تطول بيدي نص دقيقه. اوكي، هاي بالنسبه للامرجنس بروفايل. ليش انا دا احكي لكم هاي الخطوات هيك عشوائيا؟ لان بعدين من راح اعرض لكم الكيسات، الكيسات انا مشتغلها بنفس هاي الخطوات اللي هسه شوفتها لكم. بعد ايش عندنا كويستشن؟ موضوع لحبه، اسم البير وصورته، كاربايد بير فشر ينشد على توربين. نكمل بالنسبه للبن، وات از بن؟ البارت الثاني هاو تو ريموف بن. يعني لا تتخيل انه انا راح ابدي احكي لك فوائد البن وشنو انواعه وشلون نسوي له سيمنتيشن، لا راح اعلمك قبل شلون تسوي له ريموفنج للبن، لان ما بي اي فائده. هذا نعتبره اولد سكول. احنا حاليا بوقت المودرن دنتستري، الادهيزف دنتستري، ما نحتاج سكرو بن بالانتيير كومبوزيت، اي كومبوزيت صراحه. اذا نجي على الانتيير البن يعني ما بي اي فائده، ولا يقوي ادهيجن ولا من هاي الامور. ونصيحه ابد لا تستخدموه، لان احنا حاليا بدنا نحكي عن مايكرو ميكانيكال ريتينشن، فهذا خطوه زايده. بالعكس بمضار راح يسوي لي كراكس، راح يسوي لي سكندري كيريز، ممكن يسوي اكسبوجر، منظره ما حلو. يعني الفلنج يعني شو تحط، ايش قد تتعب على الفلنج، راح يبين الديسكولوريشن مال البن. فالشيء الوحيد اللي راح اعلمك اياه على البن انه فقط شلون تشيل البن وخلص. البن انا بالنسبه لي من تجيني كيسات بيها بن، اجيب نيدل بير فيشر بير دايموند، واسوي درلينج اراوند ذا بن، سمبل درلينج. ليش؟ على مود اسوي فد ابلكيشن بوينت للسكيلر، وابدي اسوي سكيلينج اول اراوند ذا بن لحد ما يبدي يعني يطلع من مكانه. اكو مرات تجي بينز تكون كلش معشقه، حتى السكيلر ما يقدر يشيلها، فاضطر بذيك اللحظه انه استخدم دايموند بير راوند، يكون الهيد مالته سمول، واسوي درلينج واقص لهذا البن. فراح اضطر اكون ديستركتيف شويه على مود اتخلص من البن
ومن الديسكولاريشنز والبلاوي اللي تصير جوا البن. فشوفوا هذا البن من شلته، شوفوا شكو جوا، اذا تلاحظون يعني لازم هاي المنطقه هم كلها انظفها على مود so I can proceed with my restoration. زين الساند بلاست، واي سؤال، what is the sand blast؟ الساند بلاست هو فد جهاز يضخ مي وضغط، تمام، وبارتكلز ألمنيوم أوكسيد بارتكلز على التوث، فراح يسوي لي كليننج وراح يسوي لي مايكرو رفنس، اكسترا مايكرو رفنس، وهذا ايضا راح يقوي لي المايكرو ميكانيكال انترلوكينج اللي يصير بين الادهيزف وبين وبين التو ستراكشر، وهذا الشيء طبعا حسب الدراسات. فشوفوا هذا وضع السن ورا ما نستخدم الساند بلاست، وهذا الساند بلاست تشوفونه اللي هو نستخدمه بالعياده مع شركه كابو كير، اللي هو قلت لكم يضخ بارتكل بضغط ووتر سمول، يعني الحجم هالبارتكلز بالمايكرونز. تمام. سؤال، how can I know that my anterior composite is good؟ قبل أني من كنت أشتغل حشوات أمامية، كنت ما أتابع الكيسات مالتي، يعني أشتغل الحشوة أشوفها واو بنفس الفيزيت وأقول خلاص أني شغلي ناجح، بس أتفاجأ ورا فترة من أشوف الفلنج مالتي، أشوف يعني هواية مشاكل تصير عندي في الفلور، مس ماتش، ديسكولوريشن، شغلات ما كنت أشوفها بالإيميديت ريزولت. فجدا مهم انه انت بالانتير ريستوريشن تتابع الكيسز مالتك، ما تقدر تعرف انه الحشوه مالتك حلوه وناجحه اذا ما تتابعها. فدائما من يزولي كيسات على السوشيال ميديا، دكتور شنو رايك وهذا، اقول له اوكي انطيك رايي، بس ترى هذا مو قياس النجاح الريستوريشن مالتك، حاول تصور لي الفلنج مالتك بالفلاب، او اقلها انت تشوفها بالفلاب على المتعرف المستيكس مالتك. ابسط مثال عندنا موضوع الديهايدريشن والريهايدريشن، يعني هاي الصوره كلش واضحه يمي، بتشوفون هنا اكو بارت وايت ماشي واكو بارت دارك، هذا الدارك او اليلوش هذا الساوند توث. هنا اني مخلصت الريستوريشن، هاي الكيس طبعا كانت دايستما كلوجر وبيج كلاس 5، هذا الوايت كومبوزيت، هذا الوايت ساوند توث العفو، وهذا اليلوش كله كومبوزيت. تمام، هاي احنا بمرحله الديهايدريشن، انه احنا لما نشتغل نسوي ايزوليشن برابر دم، وحتى اذا ما تسوي رابر دم يعني حتى الدراينس والاسيد ايش هم يسوي ديهايدريشن بس مو مثل رابر دم، فراح انت المفروض تبين عندك الحشوه مالتك اغمق، اذا كان شغلك صحيح تبين الحشوه مالتك اغمق من الساوند توث. ليش؟ لان انت بعدين وراك اكو شيء اسمه ريهايدريشن. الديهايدريشن انه التوث يفقد المويستشر مالته، مثل هاي المنطقة بالسهم التوث فقد المويستشر مالته فتصعد الفاليو مالته يبين أبيض، أما الكومبوزيت يبقى دارك ماشي. فأني من أشوف الكومبوزيت مالتي أغمق من الساوند توث، هنا شوية أرتاح نفسيا، لأن أحس بحساب الريهايدريشن نسبة الماتشنج راح تكون عندي عالية، أما لما يكون الكومبوزيت مالتي أفتح من الساوند توث لا أنا معناها عندي بيج بروبلم، يعني صعب راح يكون الماتشنج على الفولو اب. لذلك كلش مهم انه تتابع الكيسز مالتك على مود تشوف يا مدى انت الريستوريشنز مالتك سكسسفول. خوش، هاي صوره اخرى، شوفوا هنا كنت مسوي ايزوليشن، فهاي المنطقه السيرفايكالي ما كان صاير بيها ايزوليشن، فبقت كروماتيك، كروما مالتها عاليه يلوش. البارت الثاني اللي هو هذا، هذا صاير بيه ديهايدريشن فمتحول ابيض، وهذا بيه هذا هايدريتد، فهذا على الفلاب المفروض يتساوى. اتمنى اكون يعني تكون الفكره وصلت بالنسبه لكم موضوع الديهايدريشن والريهايدريشن. Another question, what is your finishing and polishing protocol؟ ليش دا يقطع الصوت؟ الصوت دا يقطع؟ يعني دا استرسل ونسيت ابوع على التليفون. اكو سؤال حلو دكتوره سالته، انه شلون اخلي البيشنت يجي على الفولو اب؟ شوفوا اي هاف ماي ويز، تمام، يعني مرات صراحه يعني اضطر اي وود لاي اون ذا بيشنت، طبعا هذا الشيء لمصلحته هو، في حال اذا كان اكو ميستيك ممكن اصلح له اياه،
فاقول له انه اني اريد اسوي لك اكسترا بولشنج ماشي، لان البولشنج ورا فتره يكون اقوى، ومرات يعني اضطر اقول له انه اني حاط لك ماده مثبته، خصوصا لما تكون الكيس كلش قويه واحتاج تجي على الفولو اب واشوف اذا كان شغلي صحيح او لا. اقول له اني حاط لك فد ماده مثبته يعني المفروض تنشال ورا اسبوع اسبوعين يعني اذا ماكو زحمه تعال على المود اشيل لك اياها. فيعني هذا خلينا نقول هاي الكذبه انا اعتبرها مو حرام ليجل يعني على المود البيشنت يرجع لك، لان يعني اول وتالي هذا الشيء لمصلحتك على المود اذا قلت لكم كان اكو فد شغلات ممكن تصححها، او على المود انت تتابع الكواليتي مال شغلك، اول وتالي هذا الشيء يصب بمصلحه البيشنت. اوكي What is your finishing and polishing protocol؟ شوفوا أنا شو استخدم؟ أكو كيت اسمه Enhanced Finishing System اللي هو هذا فوق على اليسار، هذا يعني كلش أحبه هذا الكيت. شوفي تيجي بيه البيارات، هذا الكون ويجي الديسك ويجي الكب، كلش أعتمد على هذولي الثلاثة. هاي السبونج عوفوها يعني تركتها ما أستخدمها، هذه أسوي بيها الشيبينج مالتي، مثلا هذا الكب أسوي بيه initial shape، هذا التب أسوي بيه secondary anatomy، الديسك مثلا افنش بيه الباليتال سايد، يعني 70% من الفنش مالتي اخلصها بهذا الكيت. ديسكات طبعا احتاج مثلا اسوي فاونديشن لللاين انجل، هواي امور يعني اضبط بيه الديسك، يعني ضروري جدا تستعمله كفنشنج. هذول خلينا نقول الفنشنج. طبعا هي اكو هواي براندات وشركات، بس اني بسطت لكم انه انت اذا متوفر عندك هاي الاربع شغلات يعني يو كان finish your restoration from A to Z. بالنسبة لي للpolishing استخدم الفيلت ويل، عفوا الجوت هير اللي هو هذا، واستخدم الايف التويست، طبعا ما استخدم الاحمر، الاحمر finish. الفينش شنو الفرق بين الفينش والبولش؟ الفينش يعني يشيل من الكومبوزيت اللي هو هذولي الانهانس finish، هاي الانهانس finish يعني يسوي يشيل من الكومبوزيت، اما البولش بس يلمع اللي هو هذول الاثنين، هذا بولش الايف الابيض الجراي، وهذا بولش الفوق فينيشينج. يعني هاي فد سمبل ريسيبي للفينيش والبولش تقدر تحصل بيها ريستوريشن بيوتيفول بعد اتباعك للبروتوكول الصحيح. اوكي راح نحكي نيجي هسه على الكلينيكال كيسز. راح ابدي لكم باول كيس اللي هو how to copy the adjacent tooth anatomy. شوفوا هاي الكيس، هذه طبعا طبيبة أسنان. دكتور روس أنا بدي أسمع صوته هنا. مسوية فينير ان دايركت فينير اي ماكس اللي هو الرايت سنترال، تشوفونه هذا اللي اني قاصه مسويته اي ماكس، فما عاجبها. قول دكتور اني هذا الاي ماكس ما عاجبني واريد تشيله وتسوي لي اياه بالكومبوزيت. طبعا انا باوعت على الريستوريشن يعني هي حلوه كشيد، انا اقول لكم شنو المضوجها انه الطول والفاليو مال الريستوريشن شويه افتح من الادجيسنت توث، افتح من هذا تمام. فهاي الكيس تعتبر كلش تشالنج، يعني انه اني دائما اقول بالعياده انه اني انطوني سمايل كامله اسويها فروم اي تو زد، بس لا تنطوني سنجل توث وقولوا لي تعال سوي يشبه اخوه بصفه اللي هو ساوند. هاي عمليه كلش تعب نفسيتي صراحه. اوكي فهنايا اجيت حسيت هالكيس كلش تشالنج، خصوصا هو قلت لي انتيرا كومبوزيت واحده تشالنج، يعني عاد انه ام الكيس هي طبيبه اسنان، فهنا ضغطي صعد بهاي الكيس. المهم فاني هنا شنو المهمه مالتي؟ لازم هاي الريستوريشن اللي انا يعني بنظري اكسبتبل ولطيفه ما مقتنعه بيها طبيبه الاسنان، لازم اسوي لها شيء احلى من عنده واقنعها. فاني قلت اوكي، اجيت قصيت باع الصدمه، قصيت ايضا هنا شوفوا. أنا كنت متخيل جوا هاي الفينيراية راح ألقى يعني ألقى توث، ألقى ساوند توث، يعني أقلها ألقى كونتاكت، ألقى بالك مال ساوند توث كجايد أقدر، يعني عبالي بس مجرد أسوي الفيشل سيرفس وأرسم أناتومي.
بس تفاجأت انه اني شلت الفينيراية ما لقيت توث جوا. هنا قمت الطم حرفيا، يعني المهمة صارت بعد اصعب. بالاضافة انه شنو، ركزوا لي، انه هنا عندي ديسكولوريشن، تشوفون هذا الديسكولوريشن، انا هنا لازم اجي اسوي ماسكينج. يعني انت مو مال تيجي تجيب مثلا انام والله مثلا تجيب بادي شيد وتحطه على هذا الديسكولوريشن، هذا الشيء ما راح يفيدك، راح تطلع الفلنج مالتك بالاخير تقريش. انت يراد لك هنا تستعمل اوباسيتي عاليه على مود تسوي ماسكينج على هذا الديسكولوريشن على مود لا يبين بالفاينل ريستوريشن. فانا هنا اول ما شفت هذا الداركنس قررت انه استخدم هاي كروما وهاي اوباسيتي. اجيت سويت البليتال شيل نفس الطبق اللي شرحته لكم بالبدايه، هنا استخدمت السيليكون اندكس، اخذت اندكس على الفينيرايه مالتها نفسها قبل لا اقصها، طبعا كانت اطول من الادجيسنت، بعدين انا سويت قصيتها وسويت البليتال شيل وسويت البروكسيمال وول مالتي باستخدام الانامل شيد. فهنا اجيت طبعا خلص الفريم مالتي، المفروض هسه الشغل راح يبدي يكون اسهل، ابدي احط اللايرز. فاول لاير خليتها هي دينتين اي 3 هاي كروما وهاي اوباسيتي على مود اسوي ماسك على هذا الديسكولوريشن. فلاحظوا هذا الديسكولوريشن صار بي ماسكينج، ومثل ما قلت لكم اي شيء عدد دينتين او الاوبي مكان راح بالاخير الريستوريشن مالتك تبقى دارك. خوش الو يمك بنات، بس ثواني هسه دكتور ياسر يرجع، انقطع البث يمه هسه بس حيرجع. هياتني ضفته. اوكي اد تو ستريم. ها هي دكتور رجعت. ها هي الصوت اسوي شير سكرين، سوي شير سكرين، ارجع اسوي شير سكرين وهسه اضيف عن السكرين بس حتى لا يتقطع يصير لايفين، لأنه البنات موجودين هنا بهذا اللايف. اوكي سويت. اوكي ها هي اوكي. زين اني لحد ما اوقف البث، وين وقفت؟ بيا خطوه صوتي موجود؟ اي صوتك موجود الدكتور،
وين وصل؟ تمام الصوت يمكم؟ أعيد الكيس من بعد البليتال شيلد. أوكي. هسه أكمل، بالله بس خل أشوف. اي تمام دكتور، الصوت والصورة جميل، بس انا راح اسد المايك من يمين. يلا يلا تمام، راح نرجع على الدينتين. تمام، قلنا انه هنا عندنا ديسكلريشن بالتوث، فلازم نحط هاي اوباسيتي على مود نسوي ماسكينج على هذا الديسكلريشن، فخليت دينتين هاي كرومو هاي اوباسيتي حسب ما اتذكر، دينتين اي 3، بعدين جيت خليت بودي اي 2، وبعدين خليت الانامل. اوكي، ارجع واقول هنا اني مو مال اجي ارسم الاناتومي حسب الايماجينيشن مالتي، اني هنا عندي ساوند ادجيسنت توث بي اناتومي، لازم اني من اجي ارسم الاناتومي مالتي لازم التزم بهذا الادجيسنت توث، مو ارسم بكيفي. شنو هي التكنيك؟ اجيب ارتكوليتنج بيبر واجي امسحها على الادجيسنت توث، فالمناطق اللي متصبغه، خلينا نقول هاي ريدجز او سموث سيرفيسز، المناطق اللي ما متصبغه هاي نعتبرها ديبرشن اوكي او سيكندري اناتومي. فنجي هم نجيب الارتكوليتنج بيبر نخليه نمسحها على الكومبوزيت مالتي، واجيب قلم رصاص واحاول اقلد هاي الديبرشنز اللي موجوده هنايا، يعني كشي تقريبي، وابدي اسوي الفينش والبولش مالتي. المهم قول كملت فينش وبولش، اي شيء يخص الفينش والبولش هم تلقون فيديوهات انا ناشرها بالانستا. هاي الايميديت ريزلت، وهذه الفولو اب افتر 2 ويكس، يعني الحمد لله قلت لكم هاي البيشنت دينتست وساتيسفايد وذ ذا ريزلت. كانت صراحه مهمه صعبه، تخيلوا هاي الكيس طولت بيها 3 ساعات، 3 ساعات بدون مبالغه طولت بهاي الكيس، كلش تعبت نفسيتي، بس الحمد لله انه طلعت بنتيجه مرضيه بالنسبه للبيشنت، انه غيرنا الاي ماكس كومبوزيت. راح نحول على كيس ثاني، هاي الكيس هم تصير اخت طبيبه اسنان، ماشي. هاي الكيسات دائما اللي تيجي من طرف طبيب اسنان هم يعني نفس الستريس يصير، هم يعني اقعد احس بحساب، وهاي راح ترجع على اختها وعلى اخوها اللي هو من الفيلد، راح يقعد يتابع الشغل، ف تشالنج تشالنج الانتير كلش تشالنج، وكيسات صعبه تجي دائما. ف هنا عندنا اللاترالز سمول، وعندنا فراكتشر سمول كلاس 4 بالسنترال انسايزر، فاني لازم شنو؟ لازم اطول التوث مالتي، اعوض الميسنج بارتس، وبنفس الوقت لازم اسوي شيبينج. شوفوا هنا هذا اللاترال الليفت في روتيشن، يعني سويت له شيبينج كاتنج من هنا على مود ارجع اسوي الكومبوزيت مالتي بطريقه بحيث يصير الاينمنت. فهذا خلينا نقول الايماجينيشن او البلان اللي رسمتها ان ذا سيم تايم. طبعا هنا سويت طبعه وخليت مختبر يسوي لي وكسب، وعلى اساس الوكسب سويت السيليكون اندكس مالتي. نكمل، سويت ايزوليشن، شوفوا هذا الرايت لاترال سويت له بريب، وهاي البليتال شيل سويتها باستخدام السيليكون اندكس. طبعا هنا شوفوا بالبارتس بالسمول كلاس 4 ما استخدم دينتين، لان بهذا المكان يكون الاوباسيتي كلش قليله، فاستخدم بودي شيد وانامل شيد. نفس الشيء بالنسبه هنا استخدم الدينتين كلش قليل، لان انا همين ضمن منطقه الانسايز او ثيرد، فبهيجي فراكتشر يعني خلي نسبه الدينتين تكون كلش قليله. اما بالنسبه للسنترال انسايزر لا، اصلا ما استخدم الدينتين. هاي كملت البولد اب، شوف خخ ما انقطع البث، صارت بيها خوفه موجود البث. كملت البولد اب، هسه راح ابدي بالشيبنج فينيشنج البولشنج اللي هي اهم خطوه، اللي مسؤوله عن الديورابيلتي مال الريستوريشن مالتي وجماليتها كلها بالشغل اللي جاي. سويت الانيشال شيب اوكي، وهسه راح اسوي الفاينل شيب. هاي الصوره قبل دا اذكركم بيها، وهاي الصوره بعد
after finishing and polishing. هاي immediate result. هذا طبعا lateral view. Lateral view. هسه راح اشوفكم الفولو اب. هذا الفولو اب مالتها ورا شهر اجتني، لا مو شهر، ورا يومين ثلاثه اجتني حتى اشوفه بعد ما صاير complete healing بالجنجبه. اعتقد يومين ثلاثه اربعه هيك شيء. سويت لها extra polish فطلعت هاي الريزلت الفاينل ريزلت مالتي. This is before and this is after. Another case, class 4, all defective filling. سويت isolation, شلت الكومبوزيت، لقيت حبيب القلب موجود اللي هو البن. فراح شوفوا هنا البن طبعا خال الدينتست مش طول، خال البن كلش طويل كلش ديب، فتعبني هذا البن بحيث شلت كله الدرلنج ما طلع. فشوفوا هنا هذا البارت اضطريت اقصه، فباعوا المكان ايش قد صار وايد. هذا بس على مود اسوي كليننج للسبوت مال البن، لان هو دائما البن من تشيله تلقى ديسكلريشن ومرات تلقى سوفت كيريز، فلازم تسوي له كليننج. وإذا وأضطر إنه أسوي وايدنينج بالبير لهذا المكان، يعني مرات حتى الأسيد إتش ما يوصل هاي التايني كانل اللي تسويها البن، فلازم أوسع، بتحسها صايرة كانل مال أندو. سويت الأيزوليشن، كافيتي ديزاين، باليتال شيل، باعوا لي هنا، راح أبدي باللايرز. هنا إذا أجي أسوي إيماجينيشن، إنه أنا الأوباسيتي مالتي من السيرفايكال اريا لحد نهايه الميدل ثيرد تبدي تقل شوي شوي، فقررت انه الدينتين مالي لهنا ويتوقف لايك ذس. فبس بهذا المكان راح اخلي دينتين حتى اسوي سيميوليشن. الانذر بارت اللي هو البادي شيد، طبعا انا دا اشر باصبعي ونسيت انه ما تشوفون البادي شيد هذا. اوكي هذا الكلير سبيس اللي تشوفونه منه، هذا كله راح يكون للانامل، يعني هذا المكان بالساوند توث هذا كله انامل، ما يصير اني اجي امد الدينتين او البادي فروم سايد تو سايد. اوكي وي ماست ريسبكت ذا انامل سبيس. خليت الانامل فينيشينج وبولشينج. هاي الايميديت ريزلت، هاي افتر 1 ويك. طبعا بعدين سديت لها هاي السبيسز اللي تشوفوها بين اللاترالز، وذيس از ذا فاينل ريزلت. تقريبا وصلت لنهاية المحاضرة مالتي، خلي اشوفكم الفيديو هذا نختم بيه وبعدين اشوف الأسئلة مالتكم.
تمام، هنا خلصت المحاضرة مالتي. أتمنى تكون محاضرة لطيفة سريعة خفيفة، استفاديت ولو شيء قليل. هسه إذا أريد أرجع أسمع صوت دكتورة وسن، شو أسوي؟ لازم إن هي سادة الصوت. أني رجعت. تمام، هسه شلون ألغي السكرين؟ نعم، حسب طلعت هسه تمام؟ أوكي. أي عاد إيدك على المعلومات وعلى اللايف، تمام دكتور. يعني كلش الله ينور. كان مفيد أكيد بالنسبة لهم إن شاء الله. إن شاء الله. وحاليا بنات الأسئلة مالك. أوكي. إذا أدخل أسئلة الدكتور، نوع الكاميرا، أنا الكاميرا مالتي كانون 6D مارك 2 الأصلية، العدسة مالتي همي أنا مال كانون ال 100 مللم الريد كودد، والفلاشات يعني موستلي بالأنتير أستخدم التوين فلاشز، وبعدها أستخدم الرينج فلاش، سوفت بوكس ما أستخدم، يعني توين فلاش موستلي أستخدم. نوعيات الكومبوزيت اللي استخدمها بالانتيريور، شوفوا اني 80 الى 90% من كيساتي خصوصا باللايرنج بالكلاس 4 تحديدا استخدم ال 3 ام زد 350، ومرات استخدم التوكاياما، همينه توكاياما كلش احبه بكيسات الدايركت فينير لان البولش مالته كلش قوي يعني، والبولش ريتينشن مالته همينه عالي، يعني 3 ام توكاياما يعني. مو معناها انه باقي البراندات مو زينه، لا بالعكس يعني هواي شركات محترمه، بس هاي اللي اني خلينا نقول متعود عليهم، ما مجرب انا ذا البراند. طبعا نفس الحكايه انه البراند اللي فلان يقول عليه او اللي انا اقول عليه مو ضروري انتم حترتاحون بيه. طبعا طبعا اكيد دكتور. هسه انا مثلا بالكورسز يسالوني يا نوع كومبوزيت، فدائما اقول له انت مثلا مو لان ياسر يستخدم هذا الكومبوزيت معناه لازم انا استخدم مثله، لا، انت اكو فد ايديا تفهمها تستوعبها، واتس اب تو يو، انت تستخدم البراند اللي يعجبك، بس طبعا البراندات زينه اكيد. بالضبط اكيد لازم، اهم شيء انت تفهم شنو دينتين، شنو انامول، شنو كلير، شنو اوباسيتي، شنو ترانسلوسنسي، هاي الشغلات تفتهمها وانت راح تبدي تعرف تتعامل ويا الكومبوزيت، اما انت اذا هاي الامور ما تعرفها اي كومبوزيت انطيه لك ما راح تقدر تطلع ريزلت فيها، انت ما فاهم الماتيريال شنو هي. صح. القلم الرصاص كاتبي لك قلم رصاص عادي، شنو قصته ليش قلم الرصاص بعض احنا بالتوث تعرفون، اذا نرجع على الدنتال اناتومي احنا عندنا برايمري اناتومي اللي هي الترانزيشنال لاين اللاين انجل، عندنا سكندري اناتومي هاي الديبريشنز اللي تصير بالنص الجروفز، فهاي انا اذا اريد ارسمها او يعني اطلعها بالتوث مالتي لازم احدد اماكنها بالقلم الرصاص على مود اجي اسوي جرايندنج اماكن القلم الرصاص، يعني تصير لي فد جايد امشي عليها لا اتعداها، مثلا اني ناوي اسوي فد تكستشر هنا اضرب الخط اللي ضربته بالقلم الرصاص، ذيس از ذا ايديا، يعني مثل اسوي بها فد ماب امشي عليها. شلون غلقت البلاك؟ شلون غلقت البلاك؟ البلاك ترانجل؟ البلاك ترانجل هي الفكره كلها بالامرجنسي بروفايل، اذا اريد انطيكم هنت تخص الامرجنسي بروفايل، دائما الامرجنسي بروفايل من نسويها لا تخلي الاكستنشن مالتها يصعد للميدل ثيرد او للانسايزل ثيرد، خليها دائما بالسيرفايكال ثيرد، الامرجنسي بروفايل من تخليها بالسيرفايكال ثيرد حتى وان صار عندك يعني بلاك تراينجل ايميديتلي نفس الفيزيت هذا راح ينسد على الفولو اب فيما بعد راح ينسد، فهي الفكره كلها يم البوزيشن مال الامرجنسي بروفايل الاكستنشن مالته خليه بالسيرفايكال ثيرد، وما راح لا تخاف ما راح يصير عندك امرجنس بروفايل اذا حافظت على البوزيشن مالته بهذا المكان. بكلاس 4 نعم بكلاس 4 نقدر. دكتوره صوتك دا يقطع. اوكي واني خلي بكلاس 4 يعني عن الدينتين كاتبي لك لا ما نقدر نستغني عن الدينتين، لا طبعا الدي ان تي ما نقدر نستغني عنه لان احنا نحتاج الاوباسيتي فقط بالكيسات الكلاس 4 هاي اللي تكون صغيره كلش تمام،
مليم ونص الى مليمين، بهاي اقول لكم اذا استغنينا عن الدينتين راح نحصل بيوتيفول ريزلت. بس مثلا اذا كان عندي الانسايزر ثيرد او الميدل ثيرد يعني كلها طاير، لا مستحيل، لا لازم نستخدم دينتين، يعني احنا نبقى نحتاج اوباسيتي، بس لازم نعرف شلون نتحكم بالثكنس مال الدينتين، لان كثرته راح ممكن تسوي لنا مشاكل كلش يعني على الفولو اب. دكتور صوتي واضح ولا لا؟ واضح اي واضح. شلون اتجنب الفويد والجابس بين البليتال شيل والتوث ستراكشر؟ ممكن استخدم فلوبل كومبوزيت بعد ما بنيت البليتال شيل؟ يس وي كان، نقدر بس نحطه فقط بمنطقه الكونكشن اللي تصير بين البليتال شيل والساوند توث وبكميه قليله. وي كان نستخدم فلوبل كومبوزيت. دكتور سبورت للبليتال شيل. اوكي. دكتور ايش قد تاخذ وقت للبولشنج عاده؟ للشنو؟ للبولشنج. للبولشنج شوف قبل يعني هو طبعا كل شيء يصير بي ابديت، قبل اني كنت استغرق وقت كلش طويل بالبولشنج، يعني كان ممكن استخدم فت سيكونس مال 5 الى 6 بيارات على مود احصل بولش. ورا ما بديت استخدم ماجنيفيكيشن لا قل التايم مالتي، مرات ممكن بيرين احصل جليز هو نفس الجليز اللي احصله بخمس ست بيارات اصرف عليهن نص ساعه بولشنج، فاقدر اقول 5 minutes for each tooth، 5 دقائق. تمام. دكتور اللاين انجل شلون؟ اللاين انجل شلون اسويها؟ دكتورة شلون شنو اسويها؟ كاتبت لك دكتور اللاين انجل شلون اسويها؟ شلون اسويها؟ بالنسبة لللاين انجل اسويها اني هي اكو 3 طرق بالنسبة لللاين انجل، تقدر تستخدم درولز بيرات، وتقدر تستخدم الديسكات، وتقدر تستخدم بليدات. انا بالنسبة لي استخدم الديسك اسوي بيه اللاين انجل، الزم الديسك بزاويه 45 درجه، يعني هذا التوث، هذا التوث تمام، وهذا الديسك اجي بروكسيمالي الزم الديسك هالطريقه بزاويه 45 درجه، ما الزمه بيربنديكولار ولا اخليه بزاويه زيرو، زاويه 45 واروح ستريت لاين، اقص قصه واحده عن مود لا يصير عندي ها الـ اذا مثلا اروح واجي راح يصير بي ايرجولاريتيز، فاني شنو اخلي البير وقص قصة واحدة وأطلع انسايزلي، أشيل إيدي وأرجع أرجع سيرفايكلي بزاوية 45، بعدين أجيب البير هذا نفسه أزود الزاوية وأسوي له راونديشن. يعني ما أعرف إذا أنا دائما هيج اللاين أنجل يعني أشتغله بوركشوب يعني أشوفه إلهم، وأعتقد أنا ناشر فيديو همينة بالإنستغرام طالع بي الخطوة اللي إذا أسوي بيها اللاين أنجل، يعني على هذا الشرح مالتي إذا شفتوا فيديو توصلكم الفكرة. دكتور طالع يا اي اي حطيت يعني اكو ثلم انسايزر عندي سؤال ما بشتغلت كيس ليه من كان الفلوب لقيت منطقه يعني كل الحماس انه عدت الشغل من جديد بس لحد لا ما اعرف شنو السبب، يعني شنو سبب الثلم ما اعرف. شوف اذا الحشوه كلها واقعه يعني معناه عندنا مشكله بالبوند، صاير دي بوندنج، اكو خلل يعني شوف صاير كونتامينيشن او خلل بالبروتوكول مال بوندنج. اما اذا ثلم ممكن تكون الانسايزر ايدج انت مسويتها كلش ثن فجاي عليها فد لاترال فورس او فد هيفي فورس ومثالمتها، يعني تصير هاي الحالات. دكتور الكتابه تطلع خربطه انجليزي طاب بالعربي. اوكي يعني وحيأثر على الشيء والله. اذا استخدمت شيل اذا اختاريت حطيت كلير كومبوزيت ما طالع هم مخربطه. اذا خليت كليب كومبوزيت بالبليتال شيل اي اتوقع اي باني يعني صراحه قبل كنت 100% استخدم كليب كومبوزيت بالبليتال شيل، هسه لا سلكتيف بهاي الكيسات استخدم يعني 80 الى 90% احط انامل اني بالبليتال شيل، لان الكليب كومبوزيت ما يعني الترانزوسنسي مالته كلش عاليه ونفاذيه الضوء تكون بيه كلش قويه، اذا احط بليتال شيل مثلا كليب كومبوزيت راح ارجع احط بين الماميلونز كليب كومبوزيت واحط احط ارجع احط فيشيال لاير انامل، هنا راح اوقع بمطب انه راح اكثر الترانزلوسنسي راح اكثر نفاذيه الضوء، والضوء من ينفذ نهايه ريفلكشن من دارك باك جراوند مال اورال كافيتي فممكن تصير عندي الحشوه مالتي جريش موستلي. شو وقت انا استخدم الكلير كومبوزيت كباليتال شيل فقط بالكيسات اللي تكون مثلا عندي رايت سنترال ساوند الترانزلوسنسي مالته كلش عاليه بي اوباليسنس قوي، بذيك الحاله يلا استخدم كلير كومبوزيت كابليتال شيل، بس موستلي انا استخدم انامل فقط انامل كابليتال شيل لان انامل بي اوباسيتي.
دكتور اختصاص بها طريقة يتم تكنيك وناخذ صورة ونغير الإضاءة الكروم الفاني. يعني انا ما استخدم هاي الطريقه مال اخذ صوره واعلي الساتوريشن والفاليو، انا اعتمد فقط على الترايبوتومز. شلون نسوي السيليكون اندكس؟ السيليكون اندكس شرحتها المفروض ببدايه المحاضره، تمام يعيدوها شرحتها وباع وقلت لكم اني يعني اعيد مره الاخ، اني ناشر فيديوهات بالانستا مالتي، فيديو انه اني دا اسويها ومصور وناشر لكم الفيديو، تقدرون تشوفونه. اللي ما دكتور يلقاه يخلي راسلني اقول له هذا الفيديو. تمام. اذا اريد اطور نفسي بعالم الكومبوزيت من وين ابلش؟ نبلش. وفي طبعا دائما اكو فد فقره يقولوا لي اياها انه دكتور ياسر انت هذا شغلك، لان انت جفتد، انت تالنت من هاي السوالف. فاني اتقصد دائما اذا تلاحظون انشر الاولد كيسز مالتي، كيساتي القديمه، تشوفون ان شغلي تعبان وكلش متواضع. فاني البراكتس اللي خلى شغلي يوصل لهاي المرحله. فانت اذا تريد تتطور بشغلك ابدي وثق، صور شغلك حتى لو بتليفون، صور شغلك. يعني ما اقول لك انت الا تدخل كورسز، لا، انا بداياتي ما داخل كورسز، انا اصلا بلشت شغل ويا التيم واني اصلا ما داخل كورسات، وكنت بذيك الفتره معروف نوعا ما وانشر على السوشيال ميديا، يعني سيلف ليرنينج، كنت اتابع يوتيوب، اقرا ارتكلز، جوجل، سوشيال ميديا، الاطباء الاسنان المعروفين بذيك الفتره كنت اتعلم منهم واسالهم، وكنت اطبق الشغله اللي اتعلمها احاول اشتغلها، اجيب كاست، يعني كنت اروح مراكز صحيه بس موستلي كنت اطبق اللي اعرفه على كاست، لحد ما صارت لي فرصه واشتغلت بعياده وبديت اطبق شغلي على البيشنت واوثق شغلي. فاني من اوثق شغلي يعني شئت ام ابيت الليرنينج كيرف مالتك راح يصعد، يعني جاست ماتر اوف تايم، وراح تشوف ان شغلك بده يتطور. فالسر انه تسوي براكتس، تشتغل، توثق شغلك، من توثق راح تكتشف اخطائك، تسال واحد افهم منك بهاي الامور راح يقول لك هنا عندك غلط هنا وهنا، راح ترجع تصححها، وراح ترجع همين تصور، وراح تشوف ان انت سويت شيء زين وسويت غير خطا وترجع تصحح، وهكذا دوكيومنتيشن، مساله وقت وشغلك راح يتطور، ماكو سر بالموضوع يعني او فد خلطه سحريه، يعني فقط براكتس اند دوكيومنتيشن. دكتور انت شلون الكلوركسيدين والسايلين؟ شوف انا بالنسبه لي بالانتير كومبوزيت ما استخدم الكلوركسيدين، اما كسايلين اذا هنا راح نجي على موضوع الكومبوزيت ريبير. يعني مثلا انا اذا عندي اولد كومبوزيت، طبعا هاي بيها دراسات شتى هذا الموضوع الكومبوزيت ريبير، انه نسوي للكومبوزيت مالتنا، يعني احنا خلينا نقول الاسيد اتش ما يتفاعل ويا الكومبوزيت، تمام، ونخليه على الاولد كومبوزيت جاست فور كليننج، بعدين نحط سايلين، وبعدين نحط البوندنج سيستم ونضيف اللاير الاخرى مال الكومبوزيت. اكو يعني نقدر نستخدم بديل اسمه، ممكن نستخدم ايثانول، يعني موضوع الكومبوزيت ريبير موضوع كلش واسع وتقدرون تطلعون عليه. دكتور شنو يسوي الديسكولوريشن اللي يصير بعد فتره بالكومبوزيت؟ ديسكولوريشن ممكن يكون البولش مالتك تعبان، عايف رف سيرفس فيتغير لونها. شنو الجولدن؟ لا اكو سؤال قبله بالله، الاكسجين انهبيتد لاير. بالنسبه للاكسجين انهبيت اي الاكسجين انهبيتد لاير، شوفوا هي شنو، هي اللي مسؤوله اللاير اللي مسؤوله عن كومبوزيت تو كومبوزيت لاير، يصير بيناتهم ادهيجن عن طريق الاكسجين انهبيتد لاير. المشكله تصير انه يقول لك انه بالفاينل لاير، اخر لاير احطها مثلا طبقه الانامل، اوكي، ما راح يصير كومبليت كيورنج بهاي اللاير الاخيره بسبب هاي الاكسجين انهبيتد لاير. فاكو بيها يعني شغلتين، اكو يستعملون جليسرين، يقول لك انا احط جليسرين على الكومبوزيت وارجع اسوي له كيورنج على المود، اسوي انهبيشن لهاي اللاير. واكو دراسه اخرى تقول لك ما يحتاج، لانه هاي اللاير الثيكنس مالتها بالمايكرونز، انت اولريدي راح تشيلها بالفينش والبولش. فانا عن نفسي الطريقه الثانيه انه ما استخدم جليسرين، استخدم فينش وبولش. ترى صورتك وقفت يمي، لو شنو السالفه؟ موجوده لو يمي المشكله بالنت، بس صوتي بيصحني
لا عندي ايربود، والايربود كلهم على اللابتوب، صوتي دا يطلع بيه صدى. خل بالله بتعليقات الدكتور، السيليكون اندكس تخلي كاتاليست ويا لو سيليكون؟ لان ما دا اسمع صوت زين. السيليكون اندكس بس الهيفي بودي استخدم، طبعا البيز والكاتاليست، يعني ما استخدم اللايت بودي. بالريهايدريشن راح يفتح الشيد. لا بالريهايدريشن، لا الديهايدريشن الشيد، يعني خلينا نقول التو ستراكشر. شوف الديهايدريشن والريهايدريشن يشتغل على الساوند توث مو على الكومبوزيت، فلما ينشف التوث يفقد المويستشر مالته راح يصير وايت او يصير هاي فاليو. اوكي بالريهايدريشن يرجع يكتسب هاي المويستشر، فيرجع هذا اللون الفاتح يقل يرجع اللون الطبيعي. يعني هذا الفرق بين الديهايدريشن والريهايدريشن. نقدر نستعمل وين طار؟ يعني شلنا شوي على اس اتش. نقدر نستعمل الفايبر بوست مثلا. احنا هسه حولنا موضوعنا اندو صار. هي هاي المشكله البنش جابها. اي هو هسه دكتور، وحتى يعني بالمودرن دنتستري حتى الفايبر بوست هم يعني هذا موضوع كلش يعني واسع، بس يعني انا نفسي حتى فايبر بوست يعني تركته، يعني كومبليتلي قمت اعتمد على ادهيزف يعني صراحه. بالنسبه اكو موضوع دكتوره بالنسبه لللايف، خل ننهي هسه، اي واحد ممكن عنده سؤال فيما بعد عادي، ترى لا تترددون، انا هواي يسالوني على حسابي الخاص واجاوب الكل، صح مرات اتاخر شويه بحكم كثره الرسائل، بس بالاخير اجاوب الكل، ودائما اجاوب بفويس مسج على مود تفهمون الجواب اكثر. بالنسبه لللايف طبعا هو راح يبقى لمده يومين وبعدين يحذف. ليش هو دائما يقولون ليش دكتور ياسر يحذف اللايف مالته وكذا؟ احكي لكم فشغله وراح اثبت لكم انه انا بهالطريقه دا افيدكم بالعكس، مو لان ما اريد اللايف يبقى او هكذا. قبل اني من بداياتي من كنت اريد اطور نفسي كنت اتابع هواي امور، مرات اتعاجز اتكاسل اقول انه هذا الموضوع حلو خلي اسيبه او اخذنا يمي وبعدين على مجالي ارجع له. صدقني اكو امور صار لي 5 سنين مسيبها ولحد لما راجع عليها، واتحداكم انتم هواية منكم يجوا يسيبون حاجه يقول لك ارجعها بعدين، مرات نتقلب بالفيز تسوي سيف ما راح ترجع الا ما رحم ربي اللي يرجع بعدين. بس من اقول انا لاحظت اكو فتره نشرت شغله على انستمالتي قلت لهم هاي انه راح تبقى دائميه، فبقت ما اعرف ايش قد، يمكن اللي شافوها 900 الف واحد، هاي الحكي عدى 3 4 اشهر. بس قلت لهم اللايف راح يبقى يومين، هذا اللايف على صفحتي شافوه 20 ألف واحد خلال يومين، يعني بالعكس أني خليتك تستغل المعلومة، لأن المعلومة من تكون متاحة كل وقت يعني شوية تقل قيمتها. بس من أقول لك يومين راح ينحذف هذا اللايف، لا أنت راح تسوي لنفسك وقت على المود، هاي فرصة تحاول تستغلها. والدليل من أقول اللايف مالتي يومين وينحذف 20 ألف يشوفوه، خل أقول اللايف يبقى يوم واحد او يبقى الى الابد، يجوز 500 يشوفوا 600، يعني بالعكس انا فدت اكثر هسه. صحيح هذا الشيء. بنات اللايف ان شاء الله راح يتسيف اذا الله سهل، حيبقى يومين، ودكتور ياسر حاضر الاسئله تكون تزوله على الانستغرام الشخصي، انا نزلته بالاعلان وباشر ان شاء الله. دكتور ياسر عنده لايف، هو دكتور حسن حكمت على بروفايله على الانستغرام، اشوفكم باشر ان شاء الله باللايف مال دكتور حسن ودكتور ياسر اذا الله سهل. ان شاء الله ان شاء الله. انا جدا اشكرك دكتور حسن على هاي الدعوه، وكنت
جدا سعيد. صح، طريقة العرض هالمرة كانت مختلفة علي، لأن كل مرة أفتح من التليفون وأحرك وأشرح، فهالمرة كانت كنت أحس بلايند يعني وأني أشرح. بس إن شاء صح. الله يعني تكون وصلت الفكرة واستفادوا، وعذرا لأي تقصير، وإن شاء الله يعني نشوفكم مرات قادمة إن شاء الله. ما قصر الدكتور، ومنونين وشكرا جزيلا، وكان لنا الشرف بوجودك بجروبنا إلي من الشرف، جروبنا اللي إلي بنتستهم. الشرف دكتورة، إلي ان الشرف، شاء إلي الله الشرف. نلتقي باقرب وقت، وسلمنا إن على شاء الله الدكتور. دكتور يوصل إن شاء الله. يا دكتور هلا بك دكتور، مع مع السلامة. شلون السلامه. أنهي اللايف؟ يعني بس نقول باي باي. بس باي باي، لا قصدي من الشاشة أدوس إكس وخلص، نهاية لا انا البرنامج علي تعيد عليه. نحكي. ها من يمك، تمام، مع السلامة. مع السلامة دكتور. مع السلامه، تصبح على مع خير. السلامة دكتور، وأنت من أحلى. حبيباتي شكرا لوجودكم ويانا، وان شاء الله تكونوا استفاديتوا، و هاي من يد تضحك، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا، واللايف راح يبقى يومين، مش قد قلتوا ان شاء الله يبقى اللايف، اللايف راح يبقى يومين ان شاء الله، وان شاء الله اشوفكم خميس القادم اكو لايف، واكو لايفات همينة كلش حلوة، بس ارتب الامور ان شاء الله، وأشوفكم أسبوع الأخ. باي باي، تصبحون على خير حبايب.